السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أو ستظهر بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل مشاهدينا الكرام، نود التنويه أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات كما هو ظاهر أمامكم على الشاشة. يرجى منكم مشاهدينا ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم لدينا موضوع هو إقرار سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في البنك المركزي ومن قبل وزارة المالية كذلك. وطبعا وزير المالية في العراق علي علاوي أعلن أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي هو ب 1450 دينار في الأقل. طبعا قال أن البنك المركزي قد يضيف هامشا يصل إلى 1490 دينار عراقي مقابل الدولار الواحد، وأشار إلى أن البرلمان الحالي واللجنة المالية النيابية على علم بالاتجاه الذي تسلكه حكومة الكاظمي. طبعا أضاف أنه سيتم وقف التعيينات ووجود بعض الاستثناءات التي جرت نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي اللي هو حينتهي، وأشار إلى أن العديد من الخبراء أكدوا أن هذه خطوة حكومية ستحدث موجات من التضخم داخل الأسواق وتقود الدينار العراقي إلى الانهيار. نربط هذا الكلام بتظاهرات واعتصامات مستمرة لخريجين عراقيين صار لهم فترة طويلة من الزمن يتظاهرون ويعتصمون أمام بوابة المنطقة الخضراء في محافظات وسط وجنوب العراق للمطالبة بالتعيين، لكن ما الذي قدمته حكومات ما بعد الاحتلال، حكومة الكاظمي، عبد المهدي، العبادي، المالكي، الجعفري وأياد علاوي لهؤلاء الشباب الخريجين؟ تتحدث الأمم المتحدة وتقول بأنه في العراق يوجد أكثر من 45 ألف خريج سنويا في كافة المعاهد والجامعات والكليات الموجودة في العراق. هذا العدد في عام 2019 وصل عدد الخريجين في العام إلى 50 ألف طالب عراقي خريج من معاهد وجامعات وكليات. تم تعيين 2000 خريج فقط من هذا العدد الكبير، وبقية الشباب 48 ألف ظلوا ينتظرون دورهم بالتعيين ولم يأتي هذا الموضوع. إذن لدينا زيادة كبيرة بنسبة البطالة، لدينا زيادة كبيرة بمعدلات الفقر، يضاف إلى ذلك إقرار الدينار العراقي على هذا الرقم وتوقعات بانهياره في المستقبل أيضا تقود السوق العراقي إلى الغلاء، تثقل كاهل المواطن العراقي بالنسبة لقدرته على الشراء، وطبعا سيتم ضعف أو إضعاف راتب الموظف العراقي بنسبة قدرها اقتصاديون بأكثر من 20% من راتب الموظف العراقي. كل هذه التداعيات والتأثيرات بسبب السياسات الحكومية الفاشلة التي أوصلت العراق اليوم إلى مصافي الدول المتأخرة المتخلفة التي سقطت الآن في هو سحيقة من الأزمات، الآن دخلت في نفق الديون، ولا أحد يعلم كيف ستخرج حكومة تسير وفق هذه السياسات المتبعة في عملية إصلاح وضع هو سيء بأساليب أسوأ للأسف الشديد. من معنا الآن؟ معنا أمين من بغداد، وهو مشاهدينا الكرام أحد الشباب الخريجين المعتصمين في منطقة العلاوي أمام بوابة المنطقة الخضراء. أمين حياك الله. الله يحييك أستاذ، أهلا وسهلا. أهلا بك أمين، تفضل يا أمين. والله أنا من تنسيقية اتصامات الإدارة والاقتصاد، نعم. بلشنا اتصامنا من 22/6/2020، نعم. يعني صار لنا أكثر من 6 أشهر بالمنطقة العلاوي مقاول بوابة الخضراء التاسعة، نعم. 9 أشهر عانينا كل الظروف اللي ما يتحملها أي بشر، يعني عانينا حر تموز، عانينا البرد هسه حاليا، نعم. المطر، العواصف وقعت خيمنا ورجعنا نشأناها من جديد، نعم. تمام. طيب ماكو اي استجواب من الحكومه، اي احد من الحكومه ما وصل لنا. طيب. مستشارين السيد الكاظمي دزوا على الممثلين واخذوا القوائم، والى الان ماكو اي نتيجه، يعني ما نعرف تكرم القوائم بالنفايات او ما نعرفه يعني. لذلك احنا اتفقنا احنا وبقيه التنسيقيات اللي بالعلاوي، اللي هي 13 تنسيقيه، نعم، اتفقنا ان نتوحد ونوحد صفوفنا ونطلع كمسيره موحده.
انتوا خريجي كليات الاداره والاقتصاد، لكن البقيه هم خريجي كليات واقسام اخرى. بالضبط. احنا هنا قلت لك احنا 13 تنسيقيه، مو تنسيقيه واحده. اللي هي اقدر هسه عندك اياها، الاداره والاقتصاد، مهندسين افق العلاوي، كليه الاعلام، المعاهد التقنيه بالعراق، المعاهد التقنيه الموحد، الاداره والاقتصاد ال190، المعاهد التقنيه في ذي قار، اعتصام 39 مهندس، تجمع كافة الاختصاصات، متطوعي وزارة الدفاع، عقود وزارة التعليم العالي، عقود قرار 315، بالإضافة لخريجي القانون. يعني الموضوع الموضوع أشمل من بغداد، بس الموضوع يشمل محافظات أخرى. أكيد إحنا هنا مو من محافظة بغداد، إحنا من البصرة، من الناصرية، من الديوانية، من السماوة، من الحلة، كربنا، النجف، بغداد، وحتى السليمانية، عندنا معتصمين من السليمانية. أمين طلبكم الأساسي هو التعيين، لكن اليوم الحكومة أقرت سعر الدينار العراقي. وزير المالية قال بأنه 1450، ضمن هذا الكلام الطويل العريض قال ماكو تعيينات بعد. الحكومة أصلا عندها فائض بالموظفين، والاستثناءات اللي حتصير على ناس بداية هذا السنة تم أخذ أسماهم كاستثناءات ونهاية العام الماضي، تتوقع أنتوا حتكونون مشمولين؟ عددكم مو شوية استاذ. احنا هنا ما جاي نطلب تعيينات جديده، حسب ما ذكر وزير الماليه انه تعيينات جديده ماكو. احنا هنا ما جاي نطلب تعيينات، جاي نطالب بدرجات الحذف والاستحداث اللي هي ثلاث سنوات طلعت للتقاعدات، بالاضافه للتقاعدات 2019. الدوله طلعتهم بزمن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، طلعت ثلاث سنوات على الخدمه حالتهم للتقاعد، والى الان بهم ناس ما مستلمين لا راتب تقاعدي ولا راتب دوله. هذول احنا اللي نريده انه نحل محلهم. درجات الحذف والاستحداث هي من حقنا، بدل ان تكون من حق الاحزاب والواسطات، احنا نقدر نلتجئ للواسطات، بدل ما انا كاظم شارع انا واخوتي هنا وشياب ويانا، كل رجل يجي عن بنته، ويعني نساء كبار بالعمر يجون عن بناتهم، احنا نقدر نلتجئ للواسطات ونتعين وخلاص نفضها كلنا من محافظته ومن بيته. بس احنا ناس شرفاء، يعني نريد ناخذ حقنا اللي هو حق 16 سنه. احنا درسنا حتى نتعين. انا يعني ما من المعقول ان ادرس 16 سنه، وتعرف الضيم اللي بالعراق بالمدارس. صحيح. الكل يعاني، يتخرج 16 سنه طالب يقعد بالبيت بدون تعيين. لذلك احنا التجانا للاعتصامات اللي هو هذا اخر فرصه لنا. سؤال يا امين لو سمحت، انتم شاركتوا بثوره تشرين؟ ثورة تشرين العراقيين الشرفاء كلهم شاركوا بها، هاي يعني موضوع بعيد عن النقاش. انا بس الهدف من سؤالي، الهدف العفو يعني طالب بالتعيين فقط. العفو، الهدف من سؤالي، الثوره رفعت شعار اعم، يعني رفعت شعار كان يشمل اسقاط الحكومه، لانه الحكومه ما تلبي مطالب الناس اللي بدها تطلع تظاهر مثلكم. ليش حولتوا الموضوع، او هو طبعا قضيتكم الاساسيه، لكن ليش الان بدنا نشوف الحاله انه هي بدها تركز على قضايا نعم تخصكم، لكن تعتبر قضايا ثانويه مقابل القضيه الاساسيه اللي هي استعاده هذا الوطن؟ انا ما اريد ادخل وياك بجمل انشائيه، انا بس اريد اسال ليش الموضوع اليوم صار بالعراق انه صارت تجمعات منغلقه على بعضها، الخريجين اللي يريدون كهرباء، اللي يريدون مي، والقضيه الاساسيه كانه بدت يعني بدا البعض يهملها. تمام، احنا مثل ما ذكرت يعني قارنت بين اعتصاماتنا وبين ثوره تشرين. ثوره تشرين مثل ما ذكرت لك، كل العراقيين الشرفاء طلعوا يدافعون عن الوطن، يطالبون بالوطن، لان فعلا ما كان اكو شيء اسمه وطن. والى الان انا ما اريد انزه لك الحكومه الحاليه، يعني ما جاي نشوف لحد الان شيء ملموس. نفس الحكومات السابقه، مع احتراماتي للسيد رئيس الوزراء الحالي السيد مصطفى الكاظمي، بس ما شفنا الى الان شيء ملموس. اما اذا تجي على اعتصاماتنا الحاليه اللي هي اعتصامات الخريجين، احنا جاي نطالب بحقنا. لان قلت لك هذا 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 حق 16 سنه. صحيح. انا ما من الممكن ان مثلا اطلع اعتصم عن النقد المتقاعد. يردون حقهم والى الان ما مستلمين رواتبهم. يقدرون يطلعون وياخذون حقهم. ما من الممكن ان اطلع الظاهر عن اي فئه ثانيه. كل من ياخذ حقه. انت بهذا البلد اذا ما تعتصم، هذا اللي وصلنا له، هذا اللي فهمناه بهذا البلد، اذا ما تطلع تاخذ حقك من الدوله بايدك، ما تاخذ حقك. او طريقه ثانيه عن طريق الواسطات.
أنا سيد أمين أنا أشكرك من بغداد للمشاركة. نسمع السيد حسين من بغداد، هو أيضا ضمن هاي التنسيقيات وهو أيضا يرغب بالحديث عن المعاناة اللي صار لهم 6 أشهر معتصمين أمام بوابة المنطقة الخضراء ولا يوجد مستجيب. تفضل يا حسين، حياك الله. حياك الله أستاذ وحيا الله أخ أمين. أهلا وسهلا. حياك الله يا حبيبي. تفضل يا حسين، بداية كلمني عن هاي القضية. بداية أنا أحييك وأحيي كل مواطن أو كل إعلامي عراقي الشريف من ضمن وضعيتنا. حياك الله. الحمد لله أكثر الناس اللي نصفتنا ونصفونا هم الإعلاميين. نعم. يعني أكثر من الحكومة ونصفونا. نعم. أستاذ احنا قضيتنا الثانية نتابع الكلام مال الأستاذ أمين وسؤالك ركزت عليه، قلت له أنتم متظاهرين تشرين؟ نعم احنا متظاهرين تشرين. نعم. وأساس هاي ثقافة الاعتصام اللي اجتنا البثقة من تشرين. نعم. تمام، هي أساسا هذا المد وهاي العزيمة اللي اجتنا من تشرين. أنا ابن تشرين. نعم. أنا أول متظاهر يمكن من الناس الأوائل اللي طلعوا بتشرين. نعم. ودافعت عن العراق وعن مظلومية العراق. نعم. وعن شعب العراق. نعم. تمام، لكن السؤال انت تقول شنو اللي خلاكم تجزئون القضية اذا صح التعبير؟ تمام، يعني تتجهون فقط لإدارة الاقتصاد. انا في يوم من الايام اروح للعصابة الاعتصام بالدواني الظاهر تشريني ما عندي كروة اروح. تمام طيب، خلاص ولا اكو الدين. اي اكثر من مرة اكو مظاهرات واكو اعتصامات واشوف ربعي وأصدقائي ينقمعون بسبب بعد المسافة بين بيتنا وساحة الاعتصام. نعم. ما عندي كروة أروح، فشفت لابد من التعيين يعني. نعم. أنا اليوم إذا أنا ماخذ حقي ومتعين ومستقر أقدر أحارب حكومة، بس نعم. إذا أنا ما عندي رمق عيش، ما عندي شيء سد رمقي، وما عندي شيء مصرف جيب، وما عندي كروة، ممكن ما أقدر أوصل حتى للساحة، ممكن ما عندي حتى أفعل نت وفي جاي يصير بالساحة. سيد حسين كلامك منطقي، لكن احنا نتكلم، خلينا نقول انه وجهة النظر الاخرى او المقابل اللي ما تفضلت به. اليوم الحكومة داخلة بأزمة اقتصادية خانقة، أزمة تتحدث لجان برلمانية تقول بأنه الحكومة كانت عازمة على إعلان الإفلاس لولا الحل الأخير اللي اجى بالوقت البدل الضائع اللي هو موضوع خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار. هذا الحل ربما أخرج الحكومة اليوم من أزمة إعلان الإفلاس. شلون تريدها تسدد لك راتب وهي أصلا داخلة بموضوع تخفيض رواتب الموظفين الموجودين حاليا، وهناك أزمة اقتصادية ستضرب السوق العراقية بارتفاع الأسعار، وهذا الكلام أعلن وزير المالية. شلون تريد تعطيك راتب وعندك فائض بالموظفين مقارنة بعدد السكان وفق الإحصائيات الدولية؟ شلون حتعينك أصلا؟ الراتب مالي موجود. طيب شلون؟ لانه درجات الحذف والاستحداث مال 2018 19 و20 نعم انضافتها ال 21. هذه اكو ناس اساسا الحكومه تنطيها رواتب واليوم طلعوا. نعم طلعوا من الوظيفه. أيه. بقى اللي راتبه 1.5 مليون اللي هو عمره 60 سنه او 50 سنه يستلم راتب اكثر من 1.5 مليون يعين بيتلف خريطي. نعم تمام، فذولا رواتبهم مضمونه اساسا موجوده. أيه. ما معينين جديد. فدرجات الحذف والاستعداد نعم كانت حسب ما سمعت او حسب ما قال احمد ملا طلال 250 الف درجه وظيفيه. طيب لحد 2020 اليوم انضافتها ال 21 صارت 315 الف درجه وظيفيه. طيب ال 315 الف هاي وين راح تروح؟ انا اسال. اي تمام زين ماشي، انا صار لي 7 أشهر موجود بالساحه. اي ما صارحوني بالقضيه، ما هدوا اعصابه مثلا قالوا لي يابا هذا ضمان مثلا نعطيك فد مستمسك. أي. اخذ جماعتك وروح وطلع انتم كمعتصمين وهذا مستمسك لحين انت عاش الوضع الاقتصادي بالبلد. أي. تمام طيب زين، انا بعد هاي 7 أشهر واليوم اذا انقرت الموازنه وما نحسب حسابي بيها راح ادير وجه، تتوقع ادير وجه واروح للبيت وانا ساكت واقول هاي يتيم ولا يا حكومه ايش حتسوي؟ راح اصر على قضيتي، راح ابقى بالشارع، راح اجبره يقمعني بالقوة، أجبره. طيب جاي تفهمني؟ أي نعم. لأنه ما من المعقول حكومة تتجاهل 10,000 خريج. احنا اليوم العلاوي كتجمع العلاوي 5,500 خريج. أي. كتجمع العلاوي فقط اليوم بهذا اليوم قبل 3 ساعات أو 4 يعني الساعة 6 العصر
اليوم اجتمعنا كل تنسيقيات بغداد تحت رايه واحده، وكل انضمت لنا كل تنسيقيات بغداد انضمت لنا تحت جمع العلاوي، يعني راح يصير عددنا اكثر من 10,000 قري. طيب هذا الكلام انتم بمنطقه العلاوي بس، العراق ده يخرج بالسنه اكثر من 45,000 شاب وشابه. انا احكي لك فقط معتصمين. نعم نعم، فقط معتصمين. يعني هل من المعقول الحكومة كانوا هم دائما يوعدونا الموازنة؟ أنا منتقد مستشار رئيس الوزراء أكثر من 15 مرة. طيب. اللي هو ثامر التميمي. إيه. تمام؟ يوعدونا الموازنة بدون كتاب وبدون شيء رسمي، يوعدنا الموازنة. اليوم إجت الموازنة، إذا مو الأسبوع الأسبوع الوراء، إذا مو الأسبوع الشهر إجت الموازنة. أي وبعد الموازنة شنو؟ إيه. طيب. يعني إذا إجت الموازنة وما حسبوا حسابه، هل 10,000 قريش دول يرجعون لأهلهم؟ هاي بقت يمكم، هاي بقت يمكم. هذا القرار اللي انتم تتخذوه لما تشوفون الوضع. انا اشكرك سيد حسين، خلينا نسمع باقي الاراء من شباب وشابات ايضا من الخريجين اللي منتظرين دورهم بالحصول على تعيين واخذ حقهم. عندنا نهاد من بغداد، تفضل يا نهاد. اول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مبادرتكم هاي حلوة، قناة الرافدين من القنوات السباقة بنقل مظلومية العراقي. أهلا وسهلا. مشكورين. واجبنا. احنا معتصمين، اخوتي حشوا قبلي، احنا نعم. صار لنا 6 شهور. نعم. يعني صار لنا 6 شهور بالعلاوي. اي. احنا 5,000 معتصم، يعني 5,000 رجل كبير. نعم. 5,000 امرأة كبيرة بالأمر. أي. 5,000 عائلة. نعم. فقيرة انتانية الفرحة كبيرة. نعم. زين احنا يعني احنا ما طالبين اكثر من حقنا. نعم. احنا نريد مجرد فرصة عمل. واحنا هذا حق، احنا قادر احنا حتى نقعد بالشارع. نعم. احنا عامنا حال بقية الخريجين اللي حصلوا على فرصة عمل. نعم. ولحد الان ماكو اي مبادرة من الحكومة انه نشمل بأي فرصة يعني تخدمنا. نعم. احنا تعبنا، يعني شنو ذنبنا صار لنا 6 شهور بالشارع. نعم. تتوقعين يا نهاد انه الحكومة ممكن تلبي، خاصة انه انتم صار لكم 6 شهور وما حد اجاكم ولا تكلم وياكم؟ والله يعني احنا املنا بالله سبحانه وتعالى وبالشرفاء والغيورين. نعم. يعني انا اناشد كل غيور بالبرلمان بالشعب العراقي. يعني ترى مو هينه، يعني 6 شهور بالشارع. نعم. بارده مطر حار، احنا متحملين هاي كلهم متحمليها. نعم. بالخيمه شبابنا تحت حراره الشمس 57 وحاليا الجو بارد. نعم. يعني ببيوتنا يعني شنو ذنب هاي الشباب؟ نتمنى. نعم. من عندكم توصلون صوتنا ولا تصح الكيل. يعني ليش درجات الحذف والاستحداث؟ ليش تروح بس للاحزاب واللي نايمة ببيوتها والعالم فايز قاعدة بشارع، شنو ذنبها؟ يعني لازم الحكومة حسين يمكن سمعتيه قبل شوية، سأل قال بأنه السنة الجاية أكو أكثر من 300,000 وظيفة. هاي وين شنو مصيرها؟ تتوقعين نظام المحسوبية والرشوة والواسطة اللي يمشي بالعراق ممكن تكون لكم نصيب بالطريقة الشريفة مثل ما قال حسين أو أمين؟ قالوا احنا طلعنا بدنا ناخذ حقنا بالطريقة الشرعية النزيهة الشريفة، ما نريد نروح ونقدر احنا ندفع فلوس ونشتري الوظيفة، لا احنا بدنا ناخذ حقنا بالطريقة الشرعية. تتوقعين الطريقة الشرعية تجيب لكم وظيفة بالعراق اللي نظام المحسوبية والواسطة فوق كل شيء؟ يعني حسب ما الواقع يقول اللي احنا انه احنا تأمننا بحكومة الكاظمي انه نحصل فرصة عمل. طيب. يعني ترى احنا من طلعنا بحكومة الكاظمي احنا حطينا امنا بالله سبحانه وتعالى. أي. وبي انه نحصل فرصة عمل. طيب. يعني بس هو مني صار لنا 6 شهور، يعني يمكن اكو معلومة ما تعرفها. أي. صار اكثر من مرة يزور بوابة 5 واحنا بوابة 9، والله العظيم قاعدين بالشارع كل احنا ومتاني اليوم اللي راح البوابة 5، بس اريد اعرف بوابة 5 على عيني وعلى راسي، كلهم اخوتي وخريجين وهم تعبانين، بس احنا تعبانين واحنا معتصمين قبلهم، احنا صار لنا 6 شهور، احنا يعني العفو بوابة 5 منو موجود بيها؟ نعم. بوابة 5 منو موجود بيها؟ بوابة 5 هم كان اكو خريجين، بس احنا قبلهم، احنا صار لنا 6 شهور، احنا. طيب. ما اجانا الكاظمي ولا مره، يعني انا اتاني جيت الكاظمي مثل ما اتاني يمكن حتى لا العيد ما اتاني قد ما اتاني جيت الكاظمي. طيب. والله العظيم،
يعني احنا كلنا صرنا اصحاب عوائل. انا عندي اربع اطفال اعيكم الصبح الساعه بالستة وللثلاثة وللاربع العصر قاعده على الرصيف، يعني بس اريد اشوف الله يعينك. مين اللي يرحم بحالي؟ مين اللي يراوي لي؟ انا الاف مؤلفه مثلي شباب بعمر الورد، هاي حائطه اللي بالبصره واللي بالناصريه واللي بالديوانيه واللي بالانبار، هاي حائطه لا مصرف. اكو واحد بهاليوم يعوف حائطه ست اشهر بدون مصرف وحارب مصرف وحارب كروته، يعني اكو واحد صاحب غيره يسمع حكي الكاظم وينه؟ ما خلينا قناه، ما ناشدناها دارك ست اشهر، لا تويتر لا فيس، ماكو واحد. يعني هاد يا سيدة نهاد خلينا نكون صريحين، هذا ربما جواب لكم انه انتم صاركم ست شهور تناشدون بكافة الوسائل المتاحة عندكم من قنوات فضائية وسوشيال ميديا وغيرها، ومع هذا رئيس الوزراء ما باوع لكم. يعني احنا هم نقول للشباب انتم شباب واعي وخريجين واصحاب شهادات وكفؤين، ماذا تفهمون انه صار لكم ست اشهر ما يجاوبكم، حيجاوبكم هسه؟ احنا نتامل والله نتامل بالشرفاء. نعم. احنا اول شيء انتم على راسنا الاعلاميين كلكم، يعني احنا هسه الناس الوحيده اللي ساعدتنا هم الاعلاميين. نعم. كلش نقدم لكم الشكر والتحيه. واجبنا يعني هذا واجبنا. نتامل بالشريف اللي يسمعني، اللي يسمعني كافي، صار نعم. ست اشهر. نعم. ماكو واحد يقدر درجه. نعم. وظيفة وسعيد اللي قاعد بيته اللي وقف اللي قاعد بالشارع، ما في حكي بالعالم كله. كافي نعم. انتبهونا، احنا تعبنا، احنا اولادكم. انا يعني انت من انا طالعه بالشارع، انا احترمي اختك، احترمي بنتك، ترى والله براتك قاعدين، والله قوات حب والقانون دايرنا دايرنا، الله يهديهم ما يضربونا، الله ما حداهم ذاك اليوم كتله ولدنا. كافي نعم. طيب سيدة نهاد أنا أشكرك ونتمنى تكون شاشة قناة الرافدين وبرنامجنا هو وسيلة توصلون بها صوتكم دائما إن شاء الله. عندنا أحمد من بغداد أيضا ضمن الشباب اللي بدينا الحلقة وياهم ومستمرين إن شاء الله بهذا الموضوع، ونتكلم أيضا بالمقابل عن وضع البلد الاقتصادي السيء. أحمد تفضل، حياك الله. حياك الله سعد، أهلا وسهلا وياك أحمد، أحد معتصمين إدارة اقتصاد بوابة التاسعة. حياك الله. طبعا استاذ يعني الحكي هواي حقيقه يعني، واحنا أي. تعبنا الصراحه يعني نعم. احنا صار هنا تقريبا وصل لحد الان تقريبا 7 اشهر بالبوابه التاسعه نعم. وحقيقه الكل تجاهلنا، يعني رؤساء الكتل، النواب، السيد نعم. الكاظمي، يعني احنا متجاهلين من الكل. احنا شنو ذنبنا؟ يعني صار 6 اشهر او 7 اشهر هنا بوابه تسعة، يعني مهملين من كل الجهات، لا احد وصل لنا، لا احد اجانا، يعني نعم. درسنا تقريبا 17 سنه او اللي بينا 18 سنه وتاليها نمنا بالشارع. طبعا مثل ما تعرف احنا بالخيمه وبغداد، يعني احنا من كل المحافظات. انا اللي احكي وياك من الناصريه نعم. يعني صار لي تقريبا من بدا الاعتصام لحد الان 7 اشهر نازل لي بس مره واحده لاهلي، يعني نعم. انا يخابرون اهلي الحكي علي من كل الجهات، من اهلي من قرايبي، ليش ظل بغداد؟ لان حقهم على ساعه اموت، على ساعه واحد يجيني يقتلني نعم. وانا نايم بالشارع، يعني احنا ما نعرف حقيقه، ما نعرف شنو نحكي، ما نعرف، ما بقى واحد ما رحنا له، ما بقى نعم. شخصيه ما وصلنا لها. طبعا احنا مطالبنا لا اسقاط نظام، ولا مطالبنا يعني مثل ما تقول مطالب عامه، احنا مطالبنا يعني مطالبنا خاصه نعم. مطالبنا واضحه، وهذا حقنا الدستوري والقانوني اللي كفلته الدوله وكفلته الحكومه. يعني ما نعرف شنو ذنبنا، احنا هنا متجاهلين من كل الجهات، وعندنا يعني حتى الشباب اللي موجودين بالخيمه او الشباب والبنات اللي تجي بالتصعيد، يعني نعم. حالتهم الماديه جدا تعبانه، يعني تعرف حضرتك 7 اشهر مصاريف نعم. روحه جايه، وخاصه المحافظات، وعندنا ناس متزوجه وعندنا نعم. بنات كذلك متزوجه نعم. يعني عايزين جهالهم وعايزين شغلهم وعايزين كل شيء جايين للخيمه. سيد يعني احمد حضرتك ذكرت شغله قبل شويه، قلت انه تواصلنا مع شخصيات كثيره وجهات كثيره، شنو جواب هاي الشخصيات وهذه الجهات لكم عندما تسألوهم على مصيركم، على طلباتكم؟ والله استاذ حقيقة يعني الصراحة احنا الجهات اللي تواصلنا وياها يعني من نواب او
من رؤساء، يعني حكيهم كله اعتقد بالنسبه لي انا جاي احكي حسب فهمي انه حكيهم هو تخدير لا اكثر ولا اقل. لان لحد الان ما شفنا شيء ملموس انه تعييناتكم ان شاء الله مضمونه وان شاء الله اسماءكم توصل، ومن هذا الحكي اللي شبعنا منه. طبعا احنا العراقيين اللي شمنا هواي حقيقه، واخر الاسماء كنا بثوره تشرين، يعني ثوره تشرين احنا ما اعتقد شاب او خريج او مثقف ما شارك بها، لان هي ثوره تشمل المظلومين والمضطهدين من كافة المحافظات. طبعا تعرف حضرتك انا الاحتيال قلت لك من الناصريه، يعني وتعرضنا خاصه الناصريه. صحيح. يعني الناصريه وانا واحد منهم شاركنا في ثوره تشرين تعرضنا للقمع. يعني انا من توجهت لنا البغداد، يعني حقيقه هي صحيح مطالب شخصيه ومطالب خاصه. أي. بس احنا من ضمننا، يعني اني ظهرت واصلا ما عندي فلوس وجيت لهنا البغداد في سبيل احصل ثمره جهدي اللي صحيح. هي الدراسه. يعني انا من غير الممكن انا بال 17 سنه واشتغل عماله واشتغل بمطعم. صحيح. على انزاع واحد يطردني، يعني احنا شنو ذنبنا؟ بس اريد اعرف. لا احد وصل لنا، لا احد اجانا، واحنا منبوذين. تعرف استاذ منبوذين من كل الجهات. يعني على سؤال حضرتك اللي النواب اللي تواصلنا وياهم قلت لك حكيهم كله تخدير لا اكثر ولا اقل. سيد احمد انا اشكرك من بغداد، شكرا جزيلا للمشاركه، نتمنى صوتكم يكون وصل الى من يهمه الامر، من لديه القدرة على أن يحل أزمة الشباب الخريجين من المعتصمين وغير المعتصمين في العراق. الوضع سيء جدا، الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا، وحقيقة لا أعلم رغم الآمال التي يعلقها بعض الشباب الخريجين على حكومة مصطفى الكاظمي أو على الوضع في العراق لعل وعسى أنه يتحسن الحال وممكن يتعينون، لا توجد بوادر لهذا الكلام. ما أريد أن أكون سبب للإحباط، لكن هذا واقع الحال. واقع الحال يقول بأن العراق الآن دخل في نفق مظلم جدا من الديون، من القروض، من الأزمة الاقتصادية، ومافيات فساد تنخر جسد البلد. كيف يمكن أن يحقق مصطفى الكاظمي أو حكومة الكاظمي أو أي شخصية موجودة داخل عملية سياسية مبنية على الفساد أن تحقق طموحات وتطلعات الشاب العراقي الخريج الذي أفنى حياته أو جزء كبير من حياته بالتعليم والحصول على شهادة في ظل ظروف قاسية للغاية في العراق؟ عندنا إبراهيم من بغداد، تفضل يا إبراهيم. أستاذ محمد حياك الله، أهلا وسهلا. أستاذ محمد أنا خريج سنة 2012. نعم. وبصراحة دخلت بمجالات الحياة كلها، يعني اشتغلت وحاولت أنه أحصل فرصة عمل. أي. بعدين يعني حاولت أنه أتعين. طيب. لكن ما فد يوم انا رحت دائره او رحت فد دوره وحصلت هاي الفرصه. أي. بصراحه رحت لدورات الداخليه، رحت لدورات الدفاع، رحت لدورات كثيره. حاولت اشارك، كانوا يجون اولاد الضباط واللي عندهم واسطات. وارد اسميهم انا مسؤول عن كلامي، اللي عندهم واسطات من احزاب، لان كانت كل طبعا انا احكي باسم الصريح واني مسؤول عن كلامي واني شجاع وامتلك من الشجاعه الكثير، لكن طيب. بصراحه يعني نعم. يجون الميليشيات اللي مرشحيهم، يعني هذول لازم يدخلون ضمن الجيش وهذول لازم يدخلون ضمن الداخليه. أي. احنا كنا ما نحصل فرص لان احنا كنا متوهمين انه هذا هاي الحكومه او الحكومات السابقه كانت ممكن تفتح لنا الباب احنا ندخل بهاي المجالات. افنى هاي المجالات، رحنا للوزارات المدنيه وحاولنا انه ندخل بوزاره المدنيه. نعم. وايضا لقينا الباب مسدود. نعم. الا للاحزاب وللناس اللي عندهم نفوذ بالدوله. نعم. اضطريت انه ادخل في احد الاحزاب اللي هي حاكمه الان في 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 الحكومه. أي. ودخلت بصراحه لكن كنت منبوذ، يعني اكو فد نوع من الخوف، اكو فد نوع من الشكوك حولي انه اني مو ولائي حقيقي. لغايه دخلت في هذه الاحزاب حتى احصل حصلت شيء؟ ولا بالفعل ما حصلت، يعني لان كانوا يعرفون نوايانا احنا داخلين لهذا الحزب. أي. حتى يعني ندخل للوظيفة. طيب. بصراحة يعني اليوم أنا من أباوع على وزير المالية. أي. أكو نقاط استفهام كثيرة أستاذ محمد، أبرزها يقول هذه التسعيرة الجديدة لصرف الدولار. أي. ما راح تأثر غير على اللي يروحون لأوروبا. ليش هو من العراقيين رايح لأوروبا؟ طيب. وإضافة ثانية يقول واللي يستهلك المواد اللي مصنعة داخل البلد ليش هو بقى
يعني مواد تصنيع. تصنع داخل البلد. احنا ابسط الامور نجيبها من الخارج. طيب. شنو اللي احنا قاعد زراعه الفلاح اخذوه حشد ودفاع وداخليه وغير امور. نعم. الفلاح هذا ابسط شيء، شنو اللي يبقى بالبلد حتى تقولون هو من داخل البلد؟ سيد ابراهيم انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه، وصلت فكرتك. عندنا بهاء من بغداد ايضا من الشباب المعتصمين الخريجين، تفضل يا بهاء. بهاء من بغداد. نعم وياك استاذ محمد، السلام حياك عليك. الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا بهاء. يعني احنا معتصمين بالعلاوي صار لنا اكثر من 6 اشهر، مر علينا حر الصيف هذا كله بالاضافه الى انتشار فيروس كورونا بالاضافه الى هذا البرد الشديد والمطر. لحد الان الحكومه متجاهله موضوع المعتصمين منذ 6 اشهر. نعم. ما خلينا باب لاي نائب، ما خلينا مستشارين رئيس الوزراء بالاضافه الى رئيس الوزراء، ما خلينا باب يكتب علينا ما دقينا. نعم. احنا نريد نعرف الحكومه ليش هالتجاهل لموضوع الخريجي. بالاضافه الى هذا موضوع الموازنه، يعني نعم. على ابواب راح تنطلق الموازنه، لحد الان احنا ما سمعنا اكو فقره تخص المعتصمين. الاسباب يعني للتجاهل هذا من قبل الحكومه تجاهل موضوع المعتصمين، شنو الاسباب اللي إليه؟ غير نريد نعرف احنا من درسنا وتعبنا حتى ننام بالشوارع. سيد يعني بهاء، انت باوعت على حديث وزير الماليه، وطبعا كلام ما يبشر بخير عن الوضع الاقتصادي والوضع بالعراق. يعني اكو توقعات بالغلاء، واكو توقعات بانخفاض قيمه راتب الموظف العراقي، واكو توقعات بازمه اقتصاديه كبيره. انا سالت هذا السؤال بصراحه للشباب اللي خابروا نفس قضيتك، وحسالك ايضا، انت معول على حكومه مصطفى الكاظمي انه هي ممكن تنصفك وهي داخله بازمه اقتصاديه، ماذا تعرف شلون تطلع منها؟ هنا المشكلة ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ما اختار المستشارين الاقتصاديين اللي يحلون للأزمة الاقتصادية بصورة صحيحة. اغلبية المستشارين الكاظمي هم ناس اجوا من ساحة التحرير، ما عندهم الخبرة الكافية مجال الاقتصاد. المفروض رئيس الوزراء اختار مستشارين مختصين بالاقتصاد حتى يطور الاقتصاد العراقي. بالاضافه الى هاي حكومه مصطفى الكاظمي مو هي المسؤوله عن الفشل، هذا الفشل منذ 2003 ولحد الان. الحكومات السابقه هي اللي سببت هاي الازمه الاقتصاديه، لان لا نجحت بقطاع الزراعه ولا بقطاع الصناعه ولا بقطاع التجاره ولا بقطاع الاتصالات، فقط اعتمدت على قطاع النفطي، واليوم جاي نشوف اسعار النفط تدهور. لذلك بالتاكيد راح يتعرض البلد اذا ما يحتمل ويكثف نشاطاته الاقتصاديه ويستخدم كل موارده، شيء اكيد راح يتعرض الى ازمه. هذا كلام مو احنا السبب به، احنا ما نتحمل المشكله. نعم. احنا ناس خريجين هنا من درسنا 16 سنه ما اجينا حتى ننام بالشارع، نريد فرصه عمل. سيد بهاء، هذا الكلام، هذا الكلام اللي تفضلت به حضرتك من الناحيه النظريه، لكن على ارض الواقع هل يستطيع مصطفى الكاظمي العمل خلال وجود لحل الازمه الاقتصاديه في ظل وجود ميليشيات ومافيات، انه ممكن تقتله هو نفسه شخصيا اذا حاول انه فعلا يصلح ربما بالوضع الاقتصادي هذا اذا كان يرغب اصلا؟ فعلا صحيح، هو ما يقدر يعني يصلح الوضع الاقتصادي ما دام وجود ميليشيات. طيب. ثورة تشرين الشباب اللي خرجوا طالبت الحكومة بالقضاء على الميليشيات. نعم. وحصر السلاح بيد الدولة، لكن لحد الآن ما شفنا من حكومة مصطفى الكاظمي قامت بأي فعل من مطالب ثوار تشرين. نعم. سيد بهاء أنا أشكرك. أشكرك. نعم وصلت فكرتك، شكرا جزيلا سيد بهاء من بغداد. خلونا نروح إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود.
انت منو؟ انا اللي طالع الظلم. انت منو؟ انا اللي ينهي هالفتن. انت منو؟ انا اللي ينهي هالفتن. انت منو؟ انا اللي شايل بس علم. انت منو؟ انا اللي شايل بس علم. انت منو؟ انا العلم وابن العلم. انت منو؟ انا العلم وابن العلم. انت منو؟ انا اللي سلمية هتف. انت منو؟ انا اللي سلمية هتف. انت منو؟ انا اللي للوطن مزف. انت منو؟ انا اللي ما أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نستمر بحديثنا في حلقتنا لهذا اليوم عن موضوع الأزمة الاقتصادية اللي يعاني منها العراق. إقرار الدينار العراقي ب 1450 مقابل الدولار الواحد حسب وزير المالية وحسب البنك المركزي. هذا الرقم متوقع له من قبل الحكومة أن يرتفع إلى أكثر من ذلك، يصل إلى 1490، هذا وفق لأرقام الحكومية. طبعا السوق السوداء السلطة فاقدة السيطرة عليها، ولا أحد يعلم كيف سيتم بيع الدينار أو شراء الدولار بالنسبة للعراقيين في الداخل ضمن السوق السوداء وضمن الصيرفات اللي تابعة لأحزاب. عندنا أيضا في المقابل هناك شباب يعتصمون منذ فترة طويلة، يستمرون باعتصامهم للمطالبة بالحصول على تعيين، هو حقهم حق مشروع، لكن اصطدموا بحكومات فاشلة فاسدة لا ترغب بإصلاح الوضع بالشكل الصحيح الذي يرضي أبناء الشعب العراقي. عندنا رسالة من سارة سعيد الزبيدي، هي تقول احنا معتصمين العلاوي كل الاختصاصات، صار لنا 6 شهر تحملنا كل هاي الظروف الصعبة، ناشد سيادة الرئيس الوقوف معنا وإنصافنا بدرجات الحذف والاستحداث، وما نتراجع ولا نتعب لحين تحقيق مطلبنا، وياكم إحدى معتصمات عقود التعليم العالي في منطقة العلاوي. هذه أيضا رسالة من إحدى المعتصمات. طبعا يرى مراقبون للوضع الاقتصادي، أحد المحللين الاقتصاديين قال بأنه الموظف العراقي هو المحرك للسوق العراقية من ناحية عملية البيع والشراء، وهو الذي أنعش أو ينعش الحالة الاقتصادية بالعراق في ظل تبادل العملة بعملية البيع والشراء. لكن في ظل خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار سيتضرر راتب الموظف العراقي بنسبة تصل إلى أكثر من 80%، سيفقد الموظف العراقي من قيمة راتبه. وزير المالية تحدث وقال بأن هناك ارتفاع بنسبة السلع في الأسواق العراقية، سيكون ارتفاع بنسبة لمرة واحدة ولكن هذا الموضوع غير مؤكد. مع هذا نقول بأنه راتب الموظف العراقي سينخفض بنسبة 20%، في مقابل هناك ارتفاع بالأسعار بالنسبة للمواد والمنتجات الموجودة في الأسواق العراقية، بالتالي ستنخفض القدرة الشرائية للموظف العراقي، وبالتالي ستزداد نسبة البطالة في العراق، عكس ما صرح به وزير المالية الذي قال بأنه هذه الخطوة ستوفر فرص عمل للشباب. هناك هجوم قاسي جدا من مراقبين للوضع الاقتصادي في العراق، يرون بأنه السياسات الحكومية هي فاشلة بامتياز ولن تقود العراق سوى إلى الانهيار. عندنا السيد أبو مصطفى من الموصل، تفضل أبو مصطفى من الموصل. أستاذ محمد العزيز حياك الله، بارك الله بكم، قناتكم الطيبة. الله يسلمك. اللي كانت مكروهة بداية الاحتلال هي الإذاعة الوحيدة الوطنية اللي كانت تنادي بالعراق. نعم. لكن للأسف الشديد اليوم الشباب يتذبحون طيب. وأنا أقول لأهل الجنوب هم عمومتنا أخوتنا، لكن إخواني لا تصدقون يصير تعيين أو حتى إذا تعينتوا قسم من التلاميذ فهذا ما يعتبر لكم مصدر عيش أو كذا، لأنه البلد هو محتل. إحنا يجب علينا أن نفكر كيف نتخلص من الاستعمار وبراثن الاستعمار. براثن الاستعمار اللي هم دول الأنذال اللي هم سيطروا على الحكم، وحكومة ما مو حكومة، لأنه تجي هسه من تجي على السيطرات. نعم. هذه السيطرة أمر شكل فيش السيطرة وبعد 100 متر شكل آخر. نعم. يعني ما حد يخضع لأمر أوامر الأسالي. نعم. إذن هذه ما تسمى حكومة، عصابة كل من يتصرف وكيفه. نعم. نرجع ونقول أخوان لا تفكرون بس بالتعيين، التعيين اليوم إذا عينوكم باشر أنت مهان، يعني كم مرة تركت حرمات الدوائر. نعم. يعني الجامعات اللي كانت يعني شوفها أحد الوزارات الكبرى اللي كانت في بغداد ما كان أحد يرين حرمتها، هسه بدأ أبسط واحد
بالميليشيات او بالشرطه او غير انتهك حرمه كل الاساتذه الكبار اللي هم اساس البلد اللي هم بنوا البلد. سيد ابو مصطفى، سؤال سريع لو سمحت. الشباب اللي اتصلوا بينا اليوم هم عندهم قضيتهم الخاصه، نعم هم جزء لا يتجزأ من ثورة تشرين، من الثورات العراقية، من التظاهرات، هم أبناء البلد، لكن اليوم يتكلمون بقضية خاصة. أنا أسأل أنه هذه القضية مثل ما تفضلت حضرتك، أنا سألت الأخ أمين من بغداد، قال المتقاعد اللي عنده مشكلة بتقاعده خليه يطلع يتظاهر، فلان الفلاني اللي عنده مشكلة بقضيته خليه يطلع يتظاهر. هو كلام منطقي من الناحية النظرية، أنه احنا نشوف أنه كل من عنده قضية ده يطلع يطالب بحقه، لكن ليش ما تتوحد كل هاي الآراء وتستمر بالتوحد في سبيل أو تحت شعار أعم وأشمل؟ هم ثوار تشرين ولا يزالون، لكن شنو الفائدة؟ شنو الفائدة أنه احنا نطلع من تحت عباءة ثورة تشرين للمطالبة بالحق الشخصي، بعد ذلك نرجع الثورة تشرين؟ ما الهدف؟ سنة محمد واضح، يعني احنا خلنا نكون واقعيين، لا والله احنا بس نهوس وماكو جدوى. انت تترجع من الاستعمار يبني لك بلد، ترجع من الاستعمار انت كراتي بعيشك، يعني دا يجيبون هم دا يصرفون، هم دول الديار. احنا ليش ننتخبه؟ خلينا الشعب العراقي كله واحد، صوت واحد، انتخب وبطل الدواحد. حتى انا اعتدي على اهل الجنوب، الميليشيات اللي عندنا من يغزة عافل الوصول منهم، هم برضه بينهم نرجع للجنوب اللي مالين لايران. اخوان اسحبوا اولادكم اذا صحيح تقولون احنا اسحبوهم وخلي يقوم كليتنا بثوره. شوف اكو قوات منهم يبقى هذا البلد حتى الاستعمار ما في شو. أنا أشكرك، ما أعرف أني يمكن هل حصل تجاوز، ولكن أتحفظ إذا كان أكو كلمة ما سمعتني بصراحة. أنا أشكرك. عندنا حسام من بغداد، تفضل يا حسام. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يخليك أستاذ. الله يسلمك. أنا خريجي إدارة الاقتصاد 92. نعم. البوابة التاسعة المنطقة الخضراء في منطقة العلاوي. نحن ضمن تنسيقيات تجمع السامات العلاوي. نعم. طبعا تجمع تنسيقيات العلاوي، هاي التنسيقيات تضم 13 خيمة. نعم. أو 13 اختصاص، كافة اختصاصات. نعم. من المعاهد إلى عقود إلى مهندسين. نعم. إلى إدارة اقتصاد إلى. نعم. كافة الشرائح الشبابية. نعم. موجودة في هذه المنطقة. طبعا ده مضى على اقسامنا أكثر من 6 أشهر. نعم. ما شفنا من الحكومة ولا من النواب سوى التشهير والمعطلة. نعم. فاليوم احنا اليوم هاي الشباب، هاي الطاقات الشبابية تفترش الأراضي في. نعم. في بغداد، كافة أنحاء بغداد. نعم. واليوم الشاب والخريج يعتبر هو من بناة المستقبل. نعم. فاحنا بدورنا ما نريد فقط شيء واحد. أي. نطلب من الشرفاء. نعم. وش ودولة رئيس الوزراء دا يسمعنا. اي. وش نظرنا ان بالعطف الابوي والانساني. حسام، مو صعبة. نعم. عليك انت كشاب عراقي خريج ضيعت جزء كبير. نعم. من عمرك وانت تقرأ وتتعب وتصرف على نفسك، حتى يجي واحد مشتري له او مزور له شهادة من سوق مريدي ويكون مسؤول عنده حماية وحراسة وملايين الدولارات، مو صعبة؟ نعم صعبة، جدا صعبة. شلون يرضى مصطفى الكاظمي ان يتواجد حوالي هاي الاصناف وهو يعلم هاي الاصناف من المسؤولين او من الاشخاص اللي وصلوا الى هاي السلطة بالتسلق وبالمحسوبية والفساد، ويباوع عليكم؟ او انتم طبعا قضيتكم ما محتاج ان واحد اليوم نحتاج نوصل صوتكم، انتم صوتكم واصل 1,000,000%. انتم تتظاهرون امام المنطقة الخضراء مركز الحكومة، ما معقولة ما سامعكم. لا اكيد يوصل، يعني اول باول، يعني مو شيء بعيد عن انظارهم اللي كان النواب واللي كان السيد مصطفى الكاظمي. أي. اكيد قريب علينا ويشوفنا ويشوف. شلون تبرر عدم التحرك السلطه لحل قضيتكم؟ شنو تبرره؟ اليوم السيد مصطفى الكاظمي نزل بوابه 5، قال ادبوا الخريجين. أي. اكو تضمين لكم في موازنه 21. طيب هذه تعتبر شلون ما تقول رسالة للخريجين المعتصمين كل شوارع بغداد. طيب. وكل العراق اليوم القرآن الكريم يفضل القاعدين اسم الواقفين على القاعدين. اليوم أنا من جالس في شارع، أنا ما جالس في وطران.
سؤال سريع جدا واريد منك جواب باختصار يا حسام لان الوقت مال البرنامج انتهى. مصطفى الكاظمي وعدكم انه قال لكم انتم متضمنين ضمن موازنه 2021، ما قال ايش وقت؟ ما حدد بالضبط اي وقت. طيب خلي خلي خلينا هاي احنا يعني ما اريد احبطك طبعا ولا احبط الشباب اللي اتصلوا بينا اليوم او اللي دا يسمعونا، لكن انتم الفئه المثقفه بالمجتمع، انتم خريجين وانتم فعلا عماد المجتمع. هاي رسالة أنا أتمنى الكل يسمعون، انتظروا وشوفوا إذا حقق لكم هذا الشيء يعني ساعتها الكل حيكون بصف واحد صادق يخدم البلد، لكن صار له 7 أشهر مقضيها وعود إيش حقق منها؟ كل الأمال خوش تتجه نحو موازنة 21، نطالب طيب. مجلس النواب بالإسراع بإنجاز هذه طيب. هذه الموازنة لأن أكو ناس أنا بالشباب تنتظر هذه الحالة. أنا أشكرك يا حسام من بغداد، شكرا جزيلا. وصلنا إلى ختام حلقتنا هذا اليوم، نتمنى اللي معلق آمال على يعني احنا ان شاء الله ما نكون محبطين، لكن احنا بدنا نتكلم من المنطق، هذه العاطفة لها مكانها، لكن المنطق ان شاء الله ما يكونون الشباب معلقين آمال على سراب. مضت الكثير من الأشهر من فترة حكم مصطفى الكاظمي، وعد الكثير من الوعود لم يلبي أيا منها حتى هذه اللحظة، وأول شيء سواه راح حط إيده بيد الفاسدين، لبسهم بيد الميليشيات وقال أنتم مني واني منكم. طيب شلون هذا حيخدم البلد أصلا؟ هو منو الجابة أنه يحكم العراق؟ أتمنى من الشباب العراقي المثقف الواعي الخريج أنه لا يعلق آماله على هذا السراب، على حكومات ما بعد الاحتلال، لأنه هي 17 سنة ما قدمت شيء. هل من الممكن أن تقدم شيء وهي داخلة بأزمة اقتصادية؟ وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.